الدروسيه هلقيت بمارس فيها ال 11 سنه. انا كنت عايش في السعوديه برا، وانا اخذت هذه هوايه عن والدي وعلمني اياها وعلمني كل هذه الحركات. بعمل حركات التريك رايدنج في غزه وفي فلسطين، عملتها انا الوحيد لحتى الان ما حدش عملها. وصح لي اني اطلع برا اني انا اشارك في دول العربيه، بس انا ما قدرت حسب الحصار وحسب المعبر انا ما قدرتش اطلع. يعني انا جتني كمان دعوه من كندا اني انا اطلع امثل فلسطين، ولحتى الان انا بصعوبات واني مش قادر اطلع. الشيء هذا بس النادي مش مدينا حقوقنا. احنا في النوادي بندفع فلوس، كل حاجه بدنا نعملها ندفعها بفلوس، واحنا وضعنا بالمره صار يعني مش قادرين نضل ندفع الخيل. بكلفنا ارضيه في النادي، بكلفنا مصروف كثير، ومش قادرين نضل ايش ندفع للخيل، انه فيش لنا دعم نعمل. صرنا نعمل في البحر، ما لقيناش الا المناسب للبحر، فيش عندنا معسكرات ولا عندنا ملاعب نعمل فيها، لقينا البحر هو فرصتنا. على البحر في شغله انه الخيل بتنبسط معايا كثير، وبتحس البحر اجواء كثير حلوه، وبتنبسط معايا احسن من النوادي. تلاقيها حريه، بتعامل مع الخيل انه الخيل سبحان الله نفس الطفل، نفس ما انت بتحكي له انه بيفهمك وبيسمعك 100%. الخيل بده حنان، هي اول حاجه، بده حنان وبده محافظه وبده كل حاجه. هذا الخيل تعامل معاه بكل يعني بكل دقه بكل احترام، ايش بدك بيعمل لك، يعني طعميه اكرميه اعملي له كل حاجه، بيقدر كل هذه الشغلات، بيقدر هذه الشغلات وبيستوعب فيها. والحمد لله طبعا اهلي شجعوني على هاي الرياضه وصار فيها حب الخيل وخلوني اسجل في نادي الفاروق الفروسيه. اسست على اساسيات ركوب الخيل مع الكابتن عمر المملوك، ومن ثم تخصصت في مجال قفز الحواجز. برضو عمر بن الخطاب وصانا انه علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل، فهذا الاشي موجود في ديننا وفي عاداتنا وتقاليدنا كفلسطينيين، فهذا الاشي مرغوب من الكل، والكل بشجعنا وبدعمنا على هذه الرياضه. بدأت عالم الفروسيه منذ سنتين، انضميت الى نادي الاصدقاء مع المدرب العظيم مجد الرفاتي، وفي الفتره هاي امتلكت خيل اسمه الجواد برهان. طبعا لقيت فيه بينه وبينه علاقة حميمة ودية، وعالم الفروسية طبعا من أجمل حاجة في حياتي، عن طريق يعني زي ما بقولوا المساج الطعميه، ضلك واقف عنده في الغرفة تتحدث أنت وياه، يعرف صوتك نبرة صوتك لكي يفهمك الجواد، وبالتالي بكون يعني صديق وفي لك. في عدة مشاكل يعني بتعوق اللي هو انتشارها، منها طبعا اللي هو منع مسابقينا من خوض المسابقات العربية للفروسية بسبب طبعا اللي هو إغلاق المعابر، وأيضا إغلاق المعابر والحصار طبعا بسبب في عدم يعني جلب سلالات يعني أو أنواع من الجياد جيدة لرياضة الفروسية. فكل طبعا الخيول والجياد اللي بتأتي طبعا بسبب إغلاق المعابر من النوعية مش من النوعية الجيدة، فهذه طبعا بتأثر كمان سلبا على رياضة الفروسية. لكن طبعا احنا كوزارة الشباب والرياضة هناك طبعا اهتمام يعني كبير في هذه الرياضة، وبنشجعها طبعا، وأعطينا ترخيص يعني لأندية منها نادي الفارس من أجل طبعا اللي هو تنشيط ونشر هذه اللعبة. طبعا من العوائق اللي بتعيق الشباب انهم يمارسوا هذه الرياضه في الانديه اللي هي ان الانديه هذه انديه خاصه ومكلفه، والوضع الاقتصادي اللي بيعيشه قطاع غزه وضع طبعا سيء ومتردي، فلا يستطيع هؤلاء الشباب بانهم يمارسوا او يدفعوا تكلفه التدريب او ممارستهم لهذه الرياضه داخل هذه الانديه التي انشات اصلا من اجل اللي هي تحقيق الربح.